زي ما وعدناكم مشاهدينا برنامج سيدتي دائما لانه اسمه سيدتي اصلا وتحديدا بيخصص مساحه كبيره لابرز السيدات السعوديات في جميع المجالات. اليوم رح نتكلم عن مجال مميز جدا منه الابتكار. طبعا ضيفتنا في الاستوديو المبتكره ديما غازي، مخترعه ومبتكره. اهلا وسهلا فيك ديما. اهلا فيك، نورتينا. لانه يعني احنا عارفين عنك كثير. الحين بقول بنوته صغيره ايش في عندها اختراع سوته؟ مو هذا اول سؤال. يعني ايش اللي شد؟ اغلب البنات يبغوا ميك اب، يبغوا ازياء، يبغوا، يعني شكلك مره صغير ما شاء الله، بس انت ايش اللي شدك كده في موضوع انه انت تصيري تبغي تخترعي وتبتكري؟ شكلك كنت تفكفك السيفر والبلاي ستيشن حق اخوانك، صح؟ كنت تسويه فمطيحته فيه. طبعا انا من ابتدائي وانا في صف موهبه. صف موهبه كانت مسؤوله عنا معلمه. انا كنت شوي خجوله من وانا صغيره، فهذه المعلمه كانت تشوف فيني شيء ما كان ممكن الكل يشوف. أيوة. الله يذكره بالخير، مع المنوف الجامع دخلتني في الصف. كانت دائما يعني اي مسابقه برنامج يصير تحط اسمي فيه. فمن بعدها يعني شفت انه ممكن يكون عندي شيء مختلف، او يعني اكتشفت ميولي بعدها. هذا هو سر المعلم الناجح. يعني انا موسم كامل اقول فعلا المعلم شيء جدا مهم في حياه اي انسان. يعني ما شاء الله طلعت مخترعه صغيره. صحيح. فبس والله بعدها بدأت بالبرامج، وبدأت تعرفنا على برامج موهبة. طبعا مؤسسة موهبة هي مؤسسة لكل الطلاب من المرحلة الثانوية والمتوسطة، وحتى في الابتدائية. بدأت المسابقات من أول متوسط، فبدأت شاركت من أول متوسط بعد ما عرفتنا عليهم الابتدائي، وكنت كل سنة أشارك بس ما تحصل لي الفرصة إني أفوز. كنتوا جروب مع بعض مثلا شاركتوا في مسابقة معينة ولا كانت فردية؟ هي في البداية كانت جماعية. طيب. ثنائي، وبعدين بدأ يصير فردي. ايش اللي سويتيه في المتوسط؟ في المتوسط كان عندي أبرز مشروع كان تنمية مستدامة في المكيفات. المشروع هو فكرته المكيفات احيانا تنزل مويه، فالمويه هذه اي والله مضطر نجيب سطل مسبوح للمكيف. انا عندي دي المشكله، فقولوا لي قالوا في انسداد في المدري ايش وتصريف المويه. ايوه، فالمشكله انه المويه هذه لما بتطلع على برا، او انها بتوسخ البيت وما بيصير فيها شيء. فكانت كمشروع جماعي انا وصديقتي جنان العيسى سويناه. كان شبكه، عباره عن شبكه انابيب مشبكه من كل مكيفات البيت من برا، بحيث انه ما تخرب شكل البيت. وكل المياه اللي تطلع هي مياه مكثفة، تطلع كلها على خزان أرضي. هذا الخزان الأرضي يجمع الموية، وفيه نسبة 10% كلور بس ينظف الموية، بحيث أنها بعدها تفلتر. تطلع أيوة تفلتر، وتطلع بعدها لسقي الزراعة، ممكن نغسل فيها السيارات زي كذا. فيعني في المتوسط وبتفكري في المكيف. كنا ثاني متوسط. ايوه انا متاكده ان المكيف غرفتها كان كده. ايوه المكيف صحبتي كان كده. المكيف صحبتي شفتي؟ يعني حلو انه استوت من النقمه نعمه، يعني ظبطت الدنيا. بس في كمان حاجه بقى لازم اسالك، هي انت شاركتي في كثير اختراعات، عملتي كثير اختراعات وشاركتي في كثير مسابقات، لكن هل هي كلها كانت تخص الكهرباء زي المكيفات؟ لا، كان عندي ثلاث مشاريع، ثلاث بحوث ابتكار واحد، الابتكار اللي هو حق المكيفات، اما الثلاث بحوث كانوا كلهم في علم نبات، علوم طبيه انتقاليه، واحياء خلويه جزيئيه، اخر واحد كان علوم طبيه انتقاليه وهو اللي طلعت فيه ايسل. بسم الله عليك ما شاء الله. شاركت في ايسل. يعني هذا يخلينا نسال هالسؤال هذا، يعني بما انك شاركتي مسابقات مره كثير، مين اللي شفتيه منافس لك؟ هو كان ما شاء الله اصلا حتى المشاريع السعوديه بنفسها كانت جدا منافسه. يعني ما شاء الله هذا الفريق هذه السنه كان جدا جدا قوي، وهو الفريق اللي حصل على اكبر عدد جوائز من كل الافرقه اللي مضت يعني في المسابقه. كانت ايش الابتكار حقهم؟ اغلبنا كنا في الهندسه وطاقه كيميائيه، طاقه فيزيائيه. هو المعرض هذا اصلا كان مختص بالعلوم والهندسه، صحيح؟ أيه. كان المعرض اللي شاركتي فيه. أيه. هو انت ايسر. ايوه. طيب كنا 18 مشروع، وكل المشاريع كانت منوعه يعني ما بين ابتكارات وبحوث. وصراحه كان يعني حتى بيننا يعني السعوديين كان كومبيتيشن عالي، فما بالك لو كان انترناشونال. بسم الله عليكم. لا من جد يعني شيء يرفع الراس. بس نرجع لسؤال ثاني كمان، انه ابغى اعرف كيف هالمسابقات هذه تصير؟
او كيف اليتها؟ اوكي، بالنسبه للمسابقه اللي هي وصلتني لايسف كانت مسابقه اولمبياد ابداع. اولمبياد ابداع مؤسسه موهبه هي اللي مسؤوله عنها، وتبدا من عمر 12 سنه الى 20، وهي بيسكلي ان تسوي مشروع علمي، ابتكار او بحث. اول شيء تسجليه على الموقع عندهم في ابداع، وبعدين يصير في تحكيم الكتروني. حلو. هذه اول خطوه. التحكيم الالكتروني يكون مثلا مثل هذا العام شارك اكثر من 76 الف مشروع، بعدين 3000 مشروع كملوا كتصفيه، يعني 76000 هذول 76000 فقط سجلوا، بعدين صار التصفيه صاروا 3000 كملوا مشاريع، يعني كملوا مشاريع. بعدها اختاروا من 3100 مشروع 102 على تصفيه المملكه. تصفيه المملكه كانت 102 مشروع، اختاروا منها 27 طالب، 27 مشروع. أوكي. وبعدها صار في من ال 27 اختاروا 18 بحيث يروحوا يمثلوا المملكه في انتل ايسف، واختاروا من ال 27 مشاريع اخرى تروح لايتكس اللي هو ابتكارات. يعني شوف، احنا عارفين انه السنه اللي فاتت اللي فازت بالانتل ايسف 2017 كانت ساره ربيعه ونواف الامير، اسمه عمار امير. عمار امير بالضبط. أيوة. كان هو واخوه كمان في أيوة. مشتركين في نفس. شاء الله عليك يا عبير، شفتي؟ لانه انا مستقبلتهم في المطار. انا مستقبلتهم في المطار. طيب. فيعني انا كنت فرحانه فيهم، يمكن انا كنت اصرخ اكثر من اهلهم. فرحانه بيهم، من جد فرحانه فيهم. انا احب وداخلين بالاعلام كذا. أيوة. فشيء مره حلو. فانا كنت حابه اسالك انه كثير متنوع، يعني انت قلتي في البدايه 76000 شخص حاول او قدم على هذا الابتكارات. سو انت قدام 76000 ابتكار، 76000 ابتكار، ايش اكثر واحد فيهم حسيتي انه لا من جد طلقه؟ الابتكار الفظيع اللي عجبك انت شخصيا. شخصيا احب انه انا كان عندي فكره انه البحث لازم يكون مره قوي، ولازم يكون عن شيء مره صعب عشان يعني يقتنع فيه المحكم اللي قدامي. بس لما يعني حتى رحت الى وصلت ايسف وشفت مين الفايز، استوعبت ان هذه ابدا ما هي يعني المنهجيه. المنهجيه اصلا ببساطه الفكره وبساطه شرحك للفكره. كل ما كان شرحك ابسط، كل ما وصلت للشخص. يعني لازم الهدف من المشروع اني انا اوصل لك الفكره وتلمسيها. يعني انت تحبي البساطه اكثر في الفكره، يعني تحبي انه الابتكارات اوكي صحيح ابتكار وكذا، بس انه يكون بسيط. بسيط حتى في يعني في الاستخدام. وبسيطه كفكره. ممكن تكون يعني الافكار اللي هي الكبيره اللي تحتاج وقت طويل جدا يعني ممتازه، بس تاخذ وقت اكثر في التطبيق. فكان المشروع اللي فايز اصلا باكبر جائزه في ايسف كان مشروعه زي الجهاز، هو سواه بنفسه. يعني هذا كمان شيء حلو انه هو اللي اشتغل عليه بنفسه، اشتغل عليه. جهاز كان انه عشان عامل المدرسه دائما يعاني من تنظيف اللي هو الزجاج. قصدك في الزجاج حق الزجاج. فصار عنده زي المشين كذا يحطها على الزجاج وهو يتحكم فيها. يا سلام. فيعني في بيوتنا. أيوة. غير تطبيق. أيوة. غير تطبيق. ممكن في البيت. ممكن في البيلدينجز، في المباني. ايوه الكبيره. فيعني صح بسيطه الفكره، بس انه تطبيقها ممكن يساعد يخدم ملايين. غير انه يخدم ويساعد ملايين من الاشخاص، كمان ممكن يخفف كثير من الحوادث اللي بنواجهها بسبب تنظيف البيئات اللي مره عاليه. بالضبط. خلينا نرجع لسؤال ثاني، ماشي تحمليني. من جد احس انك ثقلت عليها. هذه الصحفيه حقتي. انا اخاف من الذكاء الاصطناعي، فعشان كذا لما القط اي احد في عنده يعني الموهبه دي على طول بنزل فيه. انت الروبوتات والله العظيم. أيوة. بلدك جابت لسه حسألها سنجي، بس هستلمها دحين. يبغالك انت كذا يعني تهدي عبير. انا برسلها تجيكي شيء ان شاء الله. بعدين ان شاء الله. تبي امس اقول انه من زمان ما شفت فيلم عن روبوتات، فاحتاج ايوه انمي الموهبه هذه. لو سمحتي لا. حاضر. ابغى اسالك الحين في وقت انت تاخذينه او تستعدين له قبل اي مسابقه، ابغى اعرف بهالفتره هذه انت ايش تسوين؟
فيني فضول. ايوه صح، أيوة تحضيرك. بالنسبه للتحضير المشاريع هو يعني في بعد مؤسسه موهبه ما شاء الله، في بعض الطلاب يكون عندهم برامج صيفيه اثرائيه، فممكن في هذا الوقت اذا كان برنامج بحثي ممكن يجهزوا فيه بحوثهم في هذاك الوقت، يصير يعني يستغلوا الصيف. بس انا كانت يعني عندي مختلفه، لانه ما كنت من طالبات موهبه، فكنت وسط يعني في وسط العام الدراسي كان يعني كنت اروح بعد المدرسه على اللاب واخلص الشغل هذا. يعني تاخذين اجازتك وبالمدرسه بوقت المدرسه تروحين تخلصين؟ لا يعني احيانا كان كنت لازم اطلع من المدرسه، وصراحه المدرسه عندي مره كانوا داعميننا بشكل غير طبيعي، يعني جدا متعاونين. يعني حتى طبعا انت تخيلي انه مثلا رؤى ريان من المدرسه الفلانيه، اكيد يعني المدرسه هيك تدعم. اي خطاب رسمي، اي خطاب يعني اي شيء ممكن نحتاجه على طول يعني نكلم المدرسه ويقدروا يسووا لنا. يعني عندك 6 مشاركات في اولمبياد الابداع، كيف علاقتك مع مراكز البحوث؟ هل بتتواصلي معاهم؟ بيتواصلوا معاكي؟ حكي لي عن هذه العلاقة بيناتكم. Okay. بعد ما رجعت من ISF كان في برنامج إثرائي صيفي تبع موهبة اسمه كاكس RSI، فهو كان فيه زي أنك تقدمين على وظيفة part time job يعني. مؤقتة. أي فأول ما قدمت يعني كطالبة ثانوي توني متخرجة، يعني ممكن ما يأخذون يعني طلاب بهذا العمر ممكن كمشرفين على بحوث، بس يعني مرة استأنست أنه جاني الأكسبتنس أنه ممكن تجين يعني. وش السكيلز اللي كانت أصغر مشرفة في يعني قوت أنه ممكن يتم قبولك في هذه الوظيفة؟ هو أنه أنك أنت تكوني مشاركة في أكثر من برنامج ودولي بعد، وشوفوا في يعني الاختراعات اللي شاركتي أيوة فيها كمان. حتى لا ممكن حتى أيوه شافوا البحوث يعني هم في الدكاترة، بعض الدكاترة يكونوا أصلاً عارفينك يعني شفتهم حتى قابلتهم في البرنامج، فيعني حلو إنه يكون عندك إكسبيرينس، هو مع الخبرة ممكن يأخذوك علاقات وإكسبيرينس. أيوة كمان صح طبعاً، هي الاثنين بتخدم بعض. أيوة. يعني أنا لاحظت حاجة إنه أنت أكثر اختراعاتك أو الاختراعات اللي قدمتيها مع الابتكار مع البحوثات كانت في الزراعة والطب والكهرباء، ما في شيء محدد مثلاً أنت منشدت له أكثر، قاعدة تجربي كل شيء صح؟ ايوه هو اكشلي حتى التجربه حقت في كل تخصص، التجربه حقت موهبه خلتني اتاكد ايش ميولي قبل لا ادخل الجامعه. ايوه ايش ميولي؟ فيعني احيانا حتى نكون يعني نوصل لمرحله ما انت عارفه كيف الى الان ايش تقرري، ايش حتدرسي، ايش هو التخصص المناسب لشخصيتك، فيعني زي كذا انك تجربي اكثر من مجال واكثر من مكان وحتى يعني اكثر من اكسبيرينس يخليك يعني تكتشف نفسك. ايوه تعرف بالضبط انت ايش ممكن، وحتى اذا ما كان في هذا المكان ايش البلان بي، ايش البلان سي، وهكذا. ما هذا هو يعني دائما الانسان يكون في مجال معين يصحى من النوم او يصير معاه موقف يتغير مساره. صح. يتغير أيوة ميوله. صح. يتغير. صحيح. يمكن يوصل لباب مقفل. يعني الان تحس انه لا هو خلاص هذا اللي انت تبغيه والاحتمال يعني تغير. الى الان احس الا لانه أيوة. لقيت شخصيتي في يوم يولي ابتكار وبحثين. ايوه بحث يعني بحث حلو يعني حلو الشعور انك تدخلين وتنتظرين نتيجه شيء ممكن هذه الخطوه اللي ممكن تضيفينها يعني تساعد ملايين يعني، وما اتوقع انه صعب على اي طالب يعني كمثلي واي احد حتى اصغر مني، لانه صدق يعني وزاره التعليم مؤسسه موهبه حتى المدارس يعني بس يصير عندهم يعني هذه الطلاب من جد يحتوونهم يعني يحتوونهم بكل ما في وعي صار. ايوه في وعي. ايش جالسه بفكر فيه؟ أيوة. تكلمت المدرسه، أيوة. تكلمت عن المشاركين، تكلمت عن زميلتك، أيوة. عارف البيت هل عندكم هذول النوابغ شخوان يقول لك احد العائله بالافكار صدقيني والله العظيم يعني احنا على سكه واحده يا رندا جالسين بجنب بعض عرفتي ففي يعني اكيد شوفي سبحان الله يقول لك في كذا يعني جين ذكاء في العائله في عائله كذا تحس ما شاء الله كل اللي فيها يكونوا نوابغ فيعني ذكرتي زميلتك وذكرتي معلمتك وذكرتي الاشياء اللي اشتركتي فيها وكيف شفتي هذه التجربه اهلك بالبيت اخوانك اعمامك احكي لي اكيد طبعا الاهل دائما ختامها مسك الاهل والله يعني صدق ماما وبابا اخواني كلهم دعموك ما اعرف مين فيهم الذكي اللي انت طالعه زيه ابغاها كذا والله كلهم اذكياء بس ميولي صعبها عشان ما تروح ميولي طالعه على امي لانه ماما كانت كذا مختبرات تخصصها ما شاء الله فيعني شويه طالعه على امي يعني الباقي كلهم مهندسين وبزنس وفاينانس ما شاء الله ما شاء الله بس يعني من جد صح حتى الاهل الام الاب اذا جاك طفل او يعني تحس في شيء مختلف نميه لانه يعني مره نادر انه تلقي
اطفال زي كذا وحتى عندهم الرغبه. طب انا خليني احكيكي ضروري قبل بس نخلص الفقره لازم ادخلها في ده الموضوع يا انا اسفه يا رجل. شكله قارص قارصني مره. ايش النكست ستيب ليك يا ديما اللي حابه انت تعملي فيها اختراع في نفس الوقت بتفكري تدخلي في مجال او موضوع الروبوتات؟ ممكن اجرب بس يعني ما دفع يعني بس والله العظيم يعني ما جا في بالي بس ممكن ليش انا اقول لك ما جا في بالك بس ممكن تخترعي شيء انه ياكل عبير عشان يعني ترتاح. انا مو خايفه انا خايفه من الروبوت لا انا مو خايفه مو على نفسي الحمد لله لاني ما دخلت خايفه على كوكب الارض خايفه على كوكب الارض خايفه على البشريه عرفتي شفتي كيف انه انا نابغه يعني ديما انت شيء مره يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله نفتخر فيك احنا ك يعني فتاه سعوديه وما شاء الله صغيره في سن يعني مره حلو كده انه انت تعرفي او تحاولي انك تساعدي في من جد البشرية في تعديل وتحسين أشياء كثير حوالينا قاعدة تصير بس من جد إيش أبغى أعرف إيش النكست ستيب مو شرط تكون روبوتات يعني. هو أنا بدأت شغل في بروجكت آخر بروجكت كان عن سرطان الثدي وحابة أكمله يعني صراحة يعني حابة مرة حابة أكمله وفعلا و... يعني سرطان الثدي بنشوف إنه هو كان للأسف منتشر أو ارتفعت نسبة الإصابات في الفترة الأخيرة فهو هو البروجكت حابة إني يعني أكمله وميولي أكثر في الجينيتكس والوراثة فممكن هذا الشيء يعني أتطرق له. حبيبتي ممتاز بس خلينا قبل ما نختم ذا الفقرة حابة من جد يعني بسم الله عليكي بسم الله عليكي متحدثة ولبقة ومخترعة بشوشة جميلة شكرا والله وبشوشة الله يعني بسم الله بسم الله عليكي عشان كذا كل شوي جالسة أقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو الواحد يذكر الله من جد بسم الله عليكي يعني شكرا أهني أهلك فيكي وأهني نفسنا فيكي من جد شكرا أنا أكثر شيء طبعا غير ما شاء الله يعني إنجازاتك اللي بتسويها وطموحك ورغبتك وشغفك أنا مبسوطة إنه عبير قاعدة بيصادف الناس المخترعين في حياتها لأنه هذا إشارة إنه إن شاء الله حتكون في روبوتات واحتمال إنك تتأثري منها خلاص أنا أصلا قدمت طلب إني أروح المريخ إن شاء الله للحين حتى طلب تقديمي على المريخ ما جاء يا جماعة خذيني معك على المريخ تيجي معي المريخ خفت تخترعيننا شيء يصير المريخ كله روبوتات عرفتي من أي مخترع تبغى تهرب تطلع فوق عرفتي شكرا يا ديما لوجودك العفو شكرا سلام للوالده حاضر ان شاء الله يوصل كل التوفيق حبيبتي شكرا لاستضافتك مشاهدينا احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل تابعينا بعد الفاصل هل يحب الرجل المرأة القوية أم يهابها؟